أحسن الله إليكم الأخت أيضا من مكة المكرمة فضيلة الشيخ، تقول: هل من توجيه من فضيلة الشيخ لمن يتخذ يوم الجمعة يوم لهو وزيارات وفعل للمنكرات والمخالفات؟ يوم الجمعة يوم عظيم، هو أعظم أيام وأعظم أيام الأسبوع، بل هو أعظم أيام الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أو طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا استجيب له. فهو يوم عظيم ينبغي اغتنامه بالطاعة والعبادة، ولا ينبغي إهمال هذا الفضل العظيم، اشتغال باللهو واللعب، وأشد من ذلك تضييع صلاة الجمعة التي هي فريضة على كل مسلم مقيم مستقر في بلد استقرارا دائما، مستوطنا فيه استيطانا دائما. إنها فرض عين على كل من توفر فيه هذا الشرف، ولا تجزي عنها صلاة الظهر لأنها هي فرض الوقت، إلا لمن فاتته صلاة الجمعة فإنها تجزي عنها الظهر، أو الذي ليس عليه جمعة كالمسافر والمريض فإنه تجزي في حقهما الظهر عن الجمعة. نعم.